بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، صبحكم الله بالخير والعافية والسعادة والسرور وكل الأشياء الجميلة وكل الأشياء اللي تحبوها إن شاء الله تتحقق لكم في هذا اليوم الجميل. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الحلقة مع فقراتنا والمعلومات المنوعة اللي إن شاء الله حتستمعون إلها خلال الحلقة، واللي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنال رضاكم واستحسانكم، وإن شاء الله يمر هذا الوقت اللي تقضوه ويانا في صباح كربلاء بيكون بأجمل صورة وأكثر متعة وفائدة، لأن فيه إن شاء الله رضا الله سبحانه وتعالى. صباح الخير إسراء، صباح العافية عليك. صباح الخير والعافية وراحة البال والاطمئنان إن شاء الله ليلى. تسلمين يا رب عليك. شلونها صحتك إن شاء الله؟ الحمد لله تمام. ألف الحمد لله والشكر، إن شاء الله دائما من الحامدة الشاكرة لله تعالى. تسلمين يا رب. تسلمين إسراء، شكرا. ليست السعادة أن تمتلك كل شيء، إنما السعادة أن يسعدك الله بما أتاك ويرضيك بما أعطاك. الحمد لله دائما وأبدا. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية والاطمئنان وراحة البال. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأنتم معنا في هذا الصباح الجديد والجميل من صباح كربلاء. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله غنية بالفقرات الممتعة اللي نأمل أن تنال بالمتعة والفائدة لكم. نعم، خلونا نبدو ياكم مشاهدينا باستعراض الأهم الفقرات اللي حشاهدوها بحلقة هذا اليوم، وأكيد الموضوع اللي حتناوله بحلقة هذا اليوم في فقرة حديثنا الشخصية المحبوبة أو الجذابة، قد تكون هبة من الله سبحانه وتعالى أو قد تكون مكتسبة. كيف تكون شخصا محبوبا؟ هذا الموضوع راح نتناقش إن شاء الله مع ضيف الفقرة، فقرة حديثنا. وكذلك العادات الصحية هي المفتاح الأول لصحة جسم الإنسان، نتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى ضمن فقرة نقاش صحي. نعم، الاطلاع على تجارب الآخرين يعطينا فرصة لتطوير أنفسنا في جميع مجالاتها، لذلك راح نتوقف في فقرة خير وبركة ونتعرف على تجربة من تجارب كبار السن. هذه أهم الفقرات أو أبرزها إن شاء الله اللي حتشوفوها بحلقة هذا اليوم. هناك أيضا العديد من الفقرات والعديد من المواضيع اللي حنناقشها طيلة وقت الحلقة. بالبداية مشاهدينا كما عودناكم أنه حتى تكون يومنا مبارك وتكون حلقتنا إن شاء الله مباركة وتحقق الهدف من إعدادها وإنتاجها، راح ننتقل وياكم إلى الحرم الحسيني المطهر. الزملاء هناك أعدوا لنا زيارة خاصة بهذا اليوم، اليوم الثلاثاء، زيارة باسم الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام أجمعين. فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتولى آخرهم كما توليت أولهم،
وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبي. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم، ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، والممتثلين لأوامره، والمحامين عنه، والسابقين إلى إرادته، والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاغرا سيفي، مجردا قناتي،
ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محجته، وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية والسلام لكم أينما كنتم، وأنتم معنا في هذا الصباح الجديد والجميل من صباح كربلاء، بعد ما متعنا أسماعنا بزيارة الأئمة الأطهار السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، ومتعنا أبصارنا بهذه اللقطات الحية المباشرة من داخل الحرم الحسيني المطهر. نتوكل على الله ونبدأ وإياكم بفقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا، من منا لم يعرف أن للصوم ثوابا وأجرا جزيل عند الله سبحانه وتعالى؟ لكن هل تعلمون أن هناك بعض أنواع الصيام تعتبر من الصيام المحرم؟ رح نتعرف على هذه الأنواع من خلال فقرة ببساطة مع السيد إحسان الموسوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته في كل مكان، ألتقيكم على الخير والبركة في هذه الفقرة المباركة، وهي فقرة ببساطة. في هذه الفقرة نحاول أن نتحدث عن الصيام المحرم. أحبتي، هناك صيام واجب كصيام شهر رمضان وكصيام الكفارة في الإفطار المتعمد، فهناك أفراد للصيام الواجب وهناك أفراد للصيام المستحب وذكرنا مجموعة منها، وهناك صيام محرم. من أفراد الصيام المحرم؟ ما هي أفراد الصيام المحرم؟ أو من هذه الأفراد هو صوم اليوم الأول من شوال، لأنه عيد أحبتي، عيد الفطر، ولا يصح الصيام في يوم العيد. إذن ففرد من أفراد الصيام المحرم هو صوم يوم الفطر، وهو اليوم الأول من شوال. كذلك صوم اليوم العاشر من ذي الحجة، لأنه أيضا يوم عيد، فلا يجوز ولا يصح صيامه، لا يجوز صيامه، لا يجوز الصيام في هذا اليوم لأنه يوم عيد. كذلك صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان في منى، فأيضا لا يصح منه لأداء مناسك الحج، فلا يصح منه أو لا يجوز منه الصيام، لا يجوز الصيام في هذه الأيام. كذلك من أفراد الصوم المحرم هو صيام الزوجة، صيام الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين كقضاء شهر رمضان. قضاء شهر رمضان هو واجب ولكن ليس معين، فبالإمكان أن تؤجل الصيام في أيام أخرى، يعني واجب موسع وليس واجب مضيق. فصيام الزوجة تطوعا أي استحبابا، أو صوم واجب ولكنه ليس معينا وكان منافيا، هذا الصيام منافيا للحق الشرعي للزوج، فهذا أيضا يعد من الصيام المحرم، فلا يجوز لها، فلا يجوز لها. كذلك إذا نهاها الزوج عن الصيام المستحب فيجب عليها أن تنتهي، إذا لم تنتهي عن هذا الصيام فأيضا يكون هذا من الصيام المحرم. أحبتي، يجب أن نلتفت إلى هذه الأمور أحبتي، لأن هذه القضايا هي من الأحكام الشرعية، هناك واجبات وهناك حقوق، هناك حقوق للزوجة. هذا لا يعني، هذه المسائل لا يعني أن هذه المسائل جاءت لظلم المرأة أو لظلم الزوجة أبدا، بل هذه المسائل جاءت لتنظيم الحياة أحبتي. كما أن للزوجة حقوق وواجبات وعليها واجبات، فله حقوق ولكن عليه واجبات اتجاه الزوجة، فعليه أن ينفق عليها، ويجب عليه أن لا يظلمها ولا يشاكسها ويراعي مشاعرها. إذن فكما أن على الزوجة واجبات ولها حقوق، فكذلك على الزوج له حقوق وعليه واجبات أحبتي، فهناك تنظيم إلهي لهذه العلاقات أحبتي. الإسلام جاء لتنظيم العلاقات وليس لظلم المرأة أو لظلم الرجل أبدا كما يصورها البعض، فلا بد أن نلتفت إلى هذه القضايا. فهناك إذن أمور إنما شرعت في الشريعة المقدسة لتنظيم هذه العلاقات، فالشريعة عندما تأمر المرأة أن تطيع الزوجة هو من أجل النظام أحبتي، حتى تسود هذه العلاقات وتبقى قائمة هذه العلاقات، فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دمتم في رعاية الله وحفظه، ألتقيكم إن شاء الله في فقرات قادمة. في أمان الله. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. أكيد شكرنا وتحياتنا إلى السيد إحسان الموسوي على هذه المعلومة ضمن فقرة ببساطة، دائما يرفدنا بمعلومة ومسألة فقهية. مشاهدينا الكرام، دعونا وإياكم نكمل باقي فقرات برنامج صباح كربلاء. طبعا أكيد كل شخص له رغبة في الاستنثار بإعجاب الآخرين وكذلك الاستحواذ على ثنائهم اللي يعتبر سمة من سمات الحياة. الشخص الجميل قد يحظى بإعجاب الناس، ولكن مثل هذا الإعجاب يكون يعني حقيقة مثل الدخان بالهواء إذا لم يكن هناك جمال في الروح. راح نتطرق إلى هذا الموضوع الجميل والممتع ضمن فقرة حديثنا. إذن كيف تكون شخصا محبوبا؟ هذا هو الموضوع اللي حتناوله في فقرة حديثنا مع ضيف الفقرة الأستاذ أزهر الركابي، رئيس شركة المستشار المؤسسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ. الله يسلمكم. الله يحفظكم. الله بالخير والبركة. صباحكم الله بالخير والعافية أستاذ أزهر. بالبداية احنا نعرف كل الناس يحبون يكونون محبوبين ويكونون يعني محط أنظار الجميع. خلينا بالبداية نتعرف من هي الشخصية المحبوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية لكم على هاي البرامج اللي حقيقة تخدم التماسك الاجتماعي. وبالنسبة يعني الله يسلمكم، بالنسبة للحب هو بشكل عام طبعا يعني عادة من نسمع كلمة حب بالشكل الطبيعي يفهم إلى قضايا أخرى اللي هي مثلا متعلقة مثلا بالجامعات أو بالجنس الآخر أو كذا. الحياة هي كلها عبارة عن حب، وإلا هذا الحب إذا ما موجود ما راح نقدر نكمل مسيرتنا بشكل عام. صحيح. أما الشخصية اللي محبوبة طبعا هو هذا متروك للطرف يعني نفسه، إحنا يعني كل واحد نفسه شلون يحبب نفسه للآخرين، إحنا نسميها الذكاء العاطفي. نعم. وهذا بالتالي طبعا يعتمد على الكاريزما مالته هو أصلا، وبالموضوع الآخر اللي هو كيفية إظهار هذا الحب للآخرين. وهذا متعلق طبعا بالمصالح الشخصية بقدر ما هو يعني احنا نذكر هسه بشكل سريع الامام الحسين عليه السلام. نعم عليه السلام. الامام الحسين بوجوده بالمعركه يعني هم اعداء يبتون عليه، وجههم حظ له هذا، لكن ما ترجموه على ارض الواقع. نعم. كاريزما الامام الحسين هم تعامل وياهم بهذا يعني العطف وهذا التواصل الفعال، هذا اللي المطلوب من عندنا الان بشكل عام. وإذا أردنا نترجم أيضا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شلون بنى هذا البناء المجتمعي اللي قدر يبني الإسلام؟ هو كله عن طريق التعامل مع الآخرين حتى مع اليهود أو النصارى، فأظهر الحب لهم. لذلك أكو تعلق، التعلق القلبي يترك أثر كبير. إحنا إذا أردنا نتعامل مع الناس ما نتعامل بعقل فقط، نتعامل بموضوعية أنه فعلا يعني حبنا وعاطفتنا وتترجم إلى العقل. أحسنتم. طيب أستاذ أزهر، أكيد للشخصية المحبوبة لها مقومات، أريد نعرف من جنابك الكريم ما هي مقومات هذه الشخصية؟ يعني من ضمن المقومات هو يعني هو كثير من روايات الأحاديث تنص على هذا الموضوع. نعم. حب لأخيك ما تحب لنفسك. أحسنتم. بالتالي هذا إحنا من نفكر بالآخرين، يعني أنا الآن في أعمالنا بشكل عام من أفكر بالشريك وياي أو الموظف وياي، أنا أفكر بي قبل لا أفكر
بمصلحته الخاصة بحد ذاته هو هذا مكسب. نعم. فلذلك يراد لنا ذكاء احنا نسميه الذكاء المؤسسي. ذكاء قيادة الفريق، إدارة الفريق. نعم. مو التسلطية لإدارة التسلط، حتى بالأسرة. حتى بالأسرة، شلون أني الآن عن طريق الحب أقدر أعاقب ابني وأقدر أعاقب أهلي أو حتى الموظف اللي عندي. صحيح. مو بالعصا ولا قضية مثلا بالتوبيخ. بالأسلوب البوليسي. يعني احنا يعني مرات يمكن تشوفون بعض العوائل يمكن إذا الزوج يقول للزوج اليوم أنا زعلان يمكن تتكدر النهار كله. نعم. هذا زعلان يعني عدفت مشكلة. في حين أكو بعض الأسر ممكن يعني ضرب أو كذا ولو يمكن يتأثر أو ما تتأثر. لذلك نعم. هو الحب سلاح ذو حدين، لازم واحد يحسن التعامل به، وبالتالي حقيقة هو مكسب ويشترى بأقل الأثمان. ممكن هي بابتسامة، ممكن هو بهدية تهاد تحبه عن النبي صلى الله عليه وآله. نعم. هذا مكسب إنه. لذلك يعني شيء بالعبارات الشعر اللي احنا تعلمناها في الطفولة يعلمونا هن يقولون ألف صديق ولا عدو. يعني حضرتك اتطرقت إلى موضوع جدا مهمة أستاذ أزهر، من خلال عقوبة الطفل. اليوم العقوبة تكون من خلال المحبة، الود، الاحترام. الطفل جائز يخجل يعني من أبوه أو أمه، لن يكرر هذا الخطأ. إنما إذا عاقبناه بالتوبيخ والضرب راح يصير في شيء معتاد عليه، يعني أنا راح أعمل هذا الشيء أضربني عادي لكن يكمل العمل المسيء للوالدين. لكن إذا بالمحبة والاحترام والمودة جائز يكون هناك التفاتة جميلة للموضوع، والطفل لن يكرر هذا الشيء المسيء للوالدين. أحسنتم، الله يبارك بكم. طبعا أستاذ أزهر الحديث وياك ممتع، راح نستميحك العذر لبعض الدقائق، لدينا انتقالة إلى فقرة أخرى. مشاهدينا الكرام تعالوا معنا لنشاهد ماذا لديه علاء السلامي من أخبار ضمن فقرة موجز الأخبار. شكرا للزميلات في استوديو صباح كربلاء، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز بأهم الأنباء. مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تطلق حملتها الكبرى لبناء 12 مركزا من مراكز الأنجم الزاهرة في عدد من المحافظات لخدمة الأيتام. المراكز تعمل على تأهيل الأيتام نفسيا وتعليمهم المهن المختلفة وتقديم الرعاية الصحية. دائرة صحة كربلاء تفتتح مركز الشهيد الدكتور عادل السباح لغسيل الكلى في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية بمساحة تصل إلى 500 متر مربع. المركز يضم 33 جهازا للديلزة الدموية إضافة إلى المختبر الطبي ومنظومة المراقبة وتنقية المياه. حملة الألف دار التي أطلقها مجموعة من شباب ذي قار تثمر عن بناء 41 دارا بعد أشهر قليلة من انطلاقها. الحملة التي تستهدف العوائل المتعففة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سكن ملائم لهم. مديرية بلدية السماوة توزع 1500 قطعة أرض سكنية على شكل دفعات للكوادر الصحية والعاملين منهم بردهات العزل الخاصة بفيروس كورونا. معنيون بيّنوا أن المثنى تعد أول محافظة تباشر بتوزيع قطع الأراضي لمنتسبي الكوادر الصحية، فيما تعمل محافظات عدة على تخصيص القطع لهذه الشريحة. وأخيرا، منظمة الصحة الإيرانية تطلق نظاما إلكترونيا بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا عرف باسم نظام ماسك. وبيّن معنيون أن أهم مميزات هذا النظام تقديم المعلومات حول أحدث الأوضاع المتعلقة بتفشي الفيروس في المناطق الموضوعة. مشاهدينا، تفاصيل هذه الأنباء وغيرها تأتيكم عند الواحدة ظهرا في جولة كربلاء كانت هناك الإخبارية. هذه عودة للزميلات في استوديو صباح كربلاء. سلامي. وأيضا مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في فقرة حديثنا، ومرحبا بضيف الفقرة الأستاذ أزهر الركابي رئيس شركة المستشار المؤسسي. نعود مرة أخرى للحديث حول الشخصية المحبوبة.
أستاذ أزهر، يعني يقولون مثلا في أحاديثنا أنه هذا الإنسان هو يكره نفسه بنفسه، يعني راح يطلع من نطاق أنه هو محبوب إلى شخص غير مرغوب فيه. طيب هل هناك يعني من أسئلة يفترض الشخص ما يطرحها على الشخص المقابل حتى لا يشعر المقابل بالانزعاج من هذا الشخص، بحيث يعني يشطبه من قائمة الأشخاص المرغوب فيهم؟ يعني هو بالإجمال يعني واحد ضروري أنه يعني يعرف شلون حسن التعامل مع الطرف المقابل، وطبعا نعم. كل من حسب عمره وحسب طبيعة العمل اللي عندنا احنا. نعم. طبعا هذا للمعلومة يعني ايضا انها بنستفيد من عندها. هذا الانسان هو نفسه بالغالب راح يكون انسان سلبي بلي، وبدليل مرات تشوفون بجروبات مثلا من نجي شخص اخر نحب نبقى وياه، نقعد وياه جالسا نحادثه ورغم الظروف الصعبه كلها والحرجه. لذلك انا هسه مثلا اروح بعض الاصدقاء او بعض الاقرباء او المعارف تحسين بملجا امن، يعني احس اكو فد ود داخل قلبي انه هذا يشعرني بالانجذاب له. طيب والعكس هو ايضا صحيح، مرات نقعد يم ناس هو يعني دائما يتكلم على الناس، يتكلم على الاخرين، دائما مشؤوم، دائما عنده فد مشاكل، وهذه فد مشكلة يعني عليكم. يعني ممكن تكون استاذ أزهر الأسئلة اللي تخلي الشخص يعني يتدخل في حياة المقابل، ممكن انه أنا امتنع عن انه اطرح أسئلة خاصة بحياة ذاك الشخص. نعم. يعني طبعا هو اللي الأسئلة اكو الأسئلة الخاصة، يعني ها مثلا زقد عمرك، نعم زقد مثلا يعني اكو أسئلة خاصة زقد راتبك، طبعا هي حتى بها نعم. كراهة بتكون عندنا بلي ان واحد يسال على هاي الاسئله الدقيقه. صحيح. اما واحد يحاول جهد الامكان الاسئله اللي هو تكتب الود، تكتب المعرفه. وهذا طبعا معكوس حتى على تربيه الابناء، تربيه العمل المؤسسي. نعم. ولذلك تشوفين بعض المؤسسات بما فيها قناه كربلاء او حتى باقي المؤسسات بشكل عام تحسين هو مو موظفين، عباره عن اسره. صحيح. هذا شلون تحول العمل الوظيفي الى اسره، يعني نسال عليه ونشاركه باحزانه ونشاركه بافراحه، نشاركه من بعض مثلا الضغوط اللي تمر عليه، وهذا راح يترك اثر كبير طبعا سواء على الاسره او على المؤسسه اللي عمل بها الموظفين. نعم. إذن أستاذ أزهر الركابي رئيس شركة المستشار المؤسسي، نشكركم جزيل الشكر على انضمامكم ويانا وحديثكم حول الشخصية المحبوبة. التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. الله يسلمكم. إذن مشاهدينا متواصلين وياكم، راح ننتقل أيضا إلى فقرة أخرى من فقرات حلقتنا لهذا اليوم من صباح كربلاء. فقرتنا القادمة إن شاء الله هي فقرة أنت الأجمل. كزهرة بهية تنشر عبير عطرها حيثما حلت وارتحلت، مضيئة كالنجوم في ليلة ليلاء، هذه أنت زاهية مشرقة مطمئنة، سيري دوما بعزة وكرامة بحجابك وعفتك. أنت الأجمل، أنت الأجمل، أنت الأجمل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هناك دعوات لخلع الحجاب، مع الأسف الشديد اللي يعتبر هو هوية المرأة المسلمة. يعني هسه احنا بغض النظر عن اللي يتحدث عن هذا الموضوع أو عن أن يريد أن يجعل الفتاة عرضة وتكون يعني سلعة متاحة للجميع، يدعوها إلى خلع الحجاب من باب الحرية، من باب اليوم الأمور اتطورت لازم نواكب الحضارة. هي شعارات مختلفة دي تلقوها، مرة حرية
مره موديل هسه نعم. مثل ما دي يصير يعني بالشارع. يعني شوفي اول شيء المراه العربيه نعم. المسلمه مثلا او أحسنت. حتى الغير العربيه، يعني شلون تعرفيها مسلمه؟ تشوفيها من حجابها. احسنتي. اذا انسلب منها هذا الحجاب انسلبت الهويه او الباج التعريفي اللي يبين أحسنتي. انه هي مسلمه. طيب خلينا نتناقش مع هذا الموضوع او حول هذا الموضوع وتاثيره على المجتمع، وايضا من المسؤول عنه ومن تقع عليه المسؤولية الأولى بالتصدي إلى، مع ضيفتنا الكريمة السيدة علياء الأنصاري باحثة إسلامية من محافظة بابل الحبيبة. أهلا وسهلا بكم ست علياء. ست علياء تسمعينا؟ نعم 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 أسمعكم. أهلا وسهلا بك عزيزي. صباح الخير. بكم صباح الخير والعافية عليكم ست علياء. نعم ست علياء، بالبداية اليوم احنا موضوعنا يعني حساس وايضا مهم جدا انه يتعرفون عليه، خصوصا الفتيات اللي نعم. كلهم عنفوان وكلهم حماس حتى انه يواكبون الموضة وانه يواكبون التطور في الحياة، لكن هناك اشياء مغمورة هم يجهلوها لحد الان. خلينا بالبداية نطرح سؤال، يعني دعوات خلع الحجاب اللي تكون مباشرة أو غير مباشرة نعم. من يقف وراءها؟ نعم طبعا حقيقة الحديث حول هذا الموضوع بعدة جوانب، وأنا أعتقد أنه ممكن الوقت ما راح يكون متاح نغطي كل هاي الجوانب. خلينا نحاول نوصل رسالة. نعم لذلك أنا راح ألخص الإجابة بمحورين. نعم حقيقة موضوعة الحجاب هو قبل ما إحنا نجاوب أنه الطرف أحسن من الطرف الآخر أنا نعم. الطرف الآخر عندما يشجع الفتاة المسلمة على ترك الحجاب، قبل ما أجاوب لماذا يعني يشجع، خلونا نسأل أنفسنا هل هذا الطرف الآخر هو أقوى منا أم أضعف؟ نعم. هذا هو السؤال المهم. إذا كان هذا هو أقوى من عندنا فيجب أن نحذر ويجب أن نعد العدة باعتبار أنه إحنا متعرضين لهجوم، فيجب أن نعد الدفاع. لكن إذا كان الطرف الآخر هو أضعف من عندنا فنفترض نحن لا نبالي. وحتى نجاوب على السؤال هل الطرف الآخر هو أقوى أو أضعف، خلوني أنا أطرح هذا السؤال. كيف يكون أو كيف نستطيع أن نحدد أن الطرف الآخر هو أقوى من عندنا أو أضعف؟ صحيح. حتى نجاوب على هذا السؤال بطريقة الآتية. نعم. نحن من نحدد، أنا وحضرتك وكل الآباء وكل الأمهات وكل المتفدين سواء مؤسسات دينية مؤسسات ثقافية مؤسسات مجتمعية. نعم. الحجاب حقيقة الأمر هو مو موضوع معقد، يعني هو ليش تشوفي دائما يصير هجوم على الإسلام؟ رأسا يقولون الإسلام يفرض الحجاب على المرأة ويحدد من حريتها ويحدد من كذا، دائما الحجاب هو بالواجه. لماذا؟ لأنه الحجاب هو مو معقد، لكن الحجاب هو للأسف الشديد مدى يقدم بطريقة صحيحة لبناتنا. حتى أجاوب أنه كيف هو أقوى أو أضعف، قوة الطرف الآخر ضعفه إحنا نحددها. نحددها كيف؟ نحددها أول ما نبدي من داخل الأسرة. بلي. لأن الأسرة هي أساس كل شيء. صحيح. الأسرة أساس الصلاح وأساس الفلاح. نعم. فإذا كانت الأسرة، ومن أقصد الأسرة الأم والأب مع بعض، نعم. يتحملون المسؤولية. صحيح. الأم والأب إذا كانوا واعين، نعم. يعني إذا كانت هاي الأسرة أسرة واعية مو مثقفة، أكو فرق، يعني المثقفة قصدي مو عندها شهادة، نعم. مثلا شهادة أكاديمية أو كذا، لا ما لها علاقة، ما تبقين أم وأب مستواهم التعليمي بسيط او ربما حتى غير متعلمين، نعم. لكن هم واعيين وادراكهم صحيح. نعم فذلك انا بالوعي لا اقصد الشهاده، اقصد نعم. فعلا كلمه الوعي وهو ادراك الحياه وكيف التعامل وياها. احسنتم. اول خطوه حتى نجعل من عدونا ضعيف ونكون احنا اقوياء، لما نبدي نفهم الفتاه والفتى ايضا داخل الاسره معنى الحجاب. نعم. شوفوا احنا من نقدم الحجاب لبناتنا شنو يعني بشكل عام من نعرفه، انه انت كبرتي بعد الناس تشوفك عيب، لبس العبايه ما يصير، جسمك صار مثلا كبير ما ادري شنو، راح يبعون عليك. نركز لها على انه هي راح تلبس الحجاب لاجل الجسد. صحيح. بس انا ممكن تعطوني فرصه حتى يعني اغطي الفكره انها نقطه كلش مهمه. نقدم الحجاب على انه هو معالجه للجسد. تمام؟ صحيح. فبالتالي هاي البنية راح تكبر وهي في بالها قضية الجسد، فهنا من يدخلينها الطرف الآخر إيش راح يقول لها؟
يقولها لا احنا مجتمعات متحضرة، مجتمعات كذا، هم ما ينظرون للجسد، هذول بس الناس المتخلفين ينظرون للجسد، شوفي الطيارة وشوفي المهندسة وشوفي بالخارج وكذا وكذا، انت لا تفكرين بالجسد، فيدخلونها من هاي النقطة. نعم. فهي تبدي تفكر تقول لك اوكي انا مو مهم عندي الجسد ولا راح مثلا اضحي بهذا الجسد، فالحجاب مو مشكلة. لكن لو احنا قدمنا الحجاب بطريقة أخرى. نعم. انه هي مو فكرة انه انت تغطين الجسد لأجل الجسد، لا. احنا الحجاب هو عبارة عن ستر للجسد مو تغطية. نعم. جسر للجسد حتى انت من تتحركين بالمجتمع تتحركين بإنسانيتك، فكرك، بعلمك، المجتمع محتاج علمك، محتاج ثقافتك، محتاج المظهر الخارجي إليك. فبالتالي انت ما راح تلبسين هذا الحجاب، هو انت راح تكون حتى لأجل انه نحافظ على مجتمع نظيف. أحسنت. مجتمع صافي، مجتمع طاهر، ليش راح تختلطون ويا زملائك ويا اخوتك من الرجال؟ فحتى لا الفكره يعني تتمحور بالجسد، لا، احنا بدنا نشتغل بالمجتمع مع بعض نساء ورجال، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نعم. ونعلم ونطور انفسنا ونطور مجتمعاتنا. احسنت. فالحجاب لا يعني انه انت تغطين جسدك لانه عيب، جسدك صار حجمه كبير، لا، احنا نرتدي الحجاب حتى تكونين انت حره بالمجتمع. صحيح. حره بعقلك وفكرك وبطاقتك وبقابليتك، نبدا نغذي هاي المفاهيم للاطفال من هم صغار، الحجاب هي حريه. الحجاب انت ما راح تكونين عبده للموده. الحجاب ما راح تكونين عبده انت لجسدك بس تفكرين هذا الجسد شلون. يعني ست علياء حضرتك عندك تقصدين بشكل الانسان، مثلا خلينا ناخذ مضرب مثل المهندس. المهندس ايضا بشر وعنده فد كاريزما، عنده فد ستايل باللبس مالته، لكن يوم اللي يخرج للعمل وتشوفيه بميدان العمل حلو. يترك هذه الملابس ويرتدي بدله، يمكن ما يقدر يفرق بيناتهم شخص عن عامل البناء الاخر. احسنتي، جميل جدا. اما فاحنا ذلك كنساء لما فتيات من نخرج للمجتمع، المحتاج المجتمع بحاجه الى علمنا، نعم، الى فكرنا، الى انتاجيتنا. اما ملابسنا واجسادنا فهي بالبيت، ممكن نلبس ما نشاء، ممكن تتمكجين بالبيت، تقدرين نسوي، لكن المجتمع ما يحتاج الى الجسد. فهي نقطه كل شويه نقطه بسيطه، بس احنا صرفناها بدقيقتين ثلاثه. نعم. لكن هي جوهريه، هي اساس فهمنا للحجاب. انا خلي اعطيك مثال، بال 2006 نعم. التقيت بشخصيه اعلاميه هولنديه، هي نعم. امراه يعني ذاك الوقت كانت بالسبعينات. نعم. فكان اكو في الدوره بالاعلام وانا كنت مشاركه بيها، وتقريبا كنت انا المحجبه الوحيده، اكو كان بعض البنات لابسات بس هذا اللبس مال البنطلون وكذا، يعني مو حجاب كان. نعم. فهي بعدين بالبدايه شافتني يعني مثلا اناقش وكذا، ويعني اثبتت خلينا نقول جدارتي بالوجه، فهي انعجبت. بعدين في حديث جانبي قالت انا كلش عجبتني شخصيتك وثقافتك، وتفاجأت انه انت يعني هاي الثقافه اللي عندك وكذا وانت محجبه، فانا ضحكت. قالت انت احد جبرك على الحجاب؟ قلت لها لا ما حد جبرني. قالت زين من تتحركين بالمجتمع وتسافرين وتروحين، هل تحسين انه الحجاب قلت لها بالعكس. قلت لها انا احس انه انا بحجابي انا انسانه حره. احسنتي. فصفنت قالت يعني شنو حره؟ قلت لها يعني انا من اخرج للمجتمع واشتغل أنا ما راح أكون أفكر بهذا الجسد، لا، أنا راح أفكر بالعمل، بالإنتاج اللي راح أسويه. نعم. وأحس إنه أنا قوية أمام هذا الرجل فيما إذا فكر بي بغير علمي وإنتاجيتي، إذا فكر بجسدي أنا راح أكون قوية لأنه ما راح أخليه يوصل للي أريده. نعم صحيح. فهي حسيت أكو فد لمعة صارت بعينها، يعني كأنما دا تسمع كلام لأول مرة دا تسمع. أحسنت. فأنا أعتقد إنه مو الآن، يعني حضراتكم تقولون الآن أكو هجمة على الحجاب، لا عزيز. من سنين طويلة الهجمة على الحجاب. صحيح صحيح. متكررة. صحيح متكررة هاي. متكررة بين فترة. أنا حقيقة وجهة نظري إذا إحنا كنا أقوياء، يعني بضبط هسه مثلا إحنا بنروح ناخذ لقاح كورونا أو نسوي إجراءات السلامة، هي شنو الفكرة؟ بنزيد مناعة أجسامنا ضد هذا الفيروس، صح لو لا؟ صحيح. كل ما المناعة كانت قوية كل ما الفيروس راح يكون ضعيف، حتى إذا دخل بجسمنا راح يكون ضعيف لأن مناعتنا قوية. نعم صح. بالضبط فكرة الحجاب أو أي فكرة أخرى إسلامية نستهدف فيها. أحسنت. إذا إحنا كنا أقوياء وكانت مناعتنا عالية. نعم. ما نخاف. أحسنت. إذا إحنا كانت مناعتنا عالية بالنسبة لتربية بناتنا بقضايا الحجاب، ماهية الحجاب، مفهوم الحجاب، فلسفة الحجاب، ثقي بالله قد ما تكون اكو محاولات كلها راح تفشل. طيب ست علياء، يعني حقيقه الحديث وياك ممتع،
ايش قد بقالنا من الوقت مع السيد بس ردت اعرف يعني تاثير هذه الدعوات على مجتمعنا، خصوصا بعض العوائل اللي تكون يعني ركائزهم ضعيفه، مو ركيزه اساسيه مثل ما تفضلتي حضرتك، اتطرقتي الى موضوع جدا مهمه اللي انت صرحتي بانه اليوم الوعي في الاسره مو من خلال الـ يعني الشهاده، من خلال مثلا لا، الوعي يكون وعي اخلاقي، وعي يعني يحوي البنت. يعني اليوم من اني اريد بنتي احجبها ما اخوفها من الحجاب، جائز هي تطلع غير مكان تنزع يعني الحجاب، يعني مجرد هي على مود ترضيني، يعني ماذا ترضي الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا اربع دقائق ست علياء، اذا تقدرين تجاوبينا على تاثير هذه الدعوات على المجتمع. نعم اكيد، هو مثل ما ذكرنا اذا كانت عوائلنا هشه ووعيها ضعيف والفتاه يعني ارتدت الحجاب من هي صغيره، يا اما بالاجبار يعني ما اقصد شنو معناته الحجاب، او من باب العيب، او مراتي والله مو انت ابوك فلان فما يصير فشل الطلعين، فالمهم يعني ما فهمت موضوع الحجاب، ارتدت الحجاب عن غير قناعه. هذه بسهوله جدا تتاثر بهاي الدعوات. في بعض الاحيان واحنا مشاهدين للاسف انه البنات لما يطلعون من محافظاتهم يعني بغداد او اربيل او خارج العراق حقيقه يخلعون الحجاب. صحيح. ليش؟ لان هي تعتقد انه هي مرتديه الحجاب لرقابه المجتمع عليها. نعم مو من ذاتها. مو لرقابه الله. هاي نعم نقطه كلش مهمه، لما نريد نربي بناتنا او اولادنا مو فقط على الحجاب، على اي قضيه، انه نجعلهم يفهمون بالصدق ان هم اي سلوك يصدر من عندهم هو المراقب هو الله سبحانه وتعالى. أحسنت. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى. إذا إحنا أيضا غرزنا فيهم هذا الوعي، فهذه وين ما توديها وين ما تروحي رح تحس برقابة الله سبحانه وتعالى. بلي. لكن للأسف الشديد إحنا تربيتنا لأولادنا مو فقط بالحجاب، في غالبية المفاهيم إنه أنت راقب المجتمع، ها المجتمع عليه يحكي، ها مو عيب خاف ينتقدونه، يعني يشوفون العيب قبل الحرام. نعم أحسنتي. فإحنا نربي أولادنا على إنه المجتمع هو الذي يرى. بلي. وهو الذي يقيم. نعم. فبالتالي هاي الفتاة بأي فرصة تسمح لها إنه تبتعد عن هذا المجتمع المراقب لها راح تنزع الحجاب، بينما إذا هي كانت تستشعر وجود الله سبحانه وتعالى وهو موجود في كل مكان فما راح تخلع الحجاب. فلذلك أؤكد إنه أكبر رد لهذه الهجمات أو الدعوات سواء زيادة الآن أو الوعي. القادمة زيادة هو الوعي. نعم. هو التربية الصحيحة بمفهوم. طيب. الحجاب فكي عزيزي أكو نساء كبيرات هن ما فاهمات شنو معناته الحجاب. نعم. طيب ست علياء عفوا، يعني بصراحة نعم. حديثكم ممتع وإجاباتكم شافية حول هذا الموضوع، إذا سمحتوا كان عندكم وقت إن شاء الله، إحنا نعرف مشاغلكم كثيرة، هل ممكن أنه نلتقيكم بالثلاثاء القادم إن شاء الله حتى نكمل الجزء الآخر من هذا الموضوع؟ والله الثلاثاء القادم ان شاء الله اذا كان عندي مجال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مبدئيا وياكم. الله يبارك، الله يوفقكم. شكرا جزيلا. ميزان حسناتكم. السيده علياء الانصاري باحثه اسلاميه من محافظه بابل العزيزه، نشكركم مره اخرى لانضمامكم ويانا. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. الله يبارك. اذا مشاهدينا بعد هذا الحديث حول موضوع دعوات خلع الحجاب المباشره وغير المباشره، وكانت معنا ضيفتنا العزيزه الست علياء الانصاري. اذا راح ننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخرى، ما أعرف المخرج السيد المخرج حيحب فاصل. نعم، إذا بعد ما نشاهد هذا الفاصل نخليه في موقف شوية استراحة، نعود مرة أخرى مع فقرة جديدة من فقرات صباح كربلاء. Thank you.
وهب لي يا إلهي عونا يساندني إذا صعب المسير. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية والسلام لكم أينما كنتم وأنتم معنا في هذا الصباح الجديد والجميل من صباح كربلاء. إن شاء الله نكمل وإياكم باقي فقراتنا لهذا اليوم. كما نوهنا اليوم فقراتنا متعددة وجدا جميلة، فقرات دينية، فقهية، اجتماعية، صحية، تعليمية. اليوم وصلنا إلى فقرة جدا جميلة وممتعة. احنا اليوم كبشر في يعني كأفراد في المجتمع، إذا نريد نطور نفسنا، واحدة من هذه الأشياء المهمة هو أن نطلع على تجارب الآخرين ونستفاد منها. اليوم تعالوا ويانا نطلع على تجربة جديدة من الحاج مهدي الشيباني ضمن فقرة خير وبركة. كربلاء القديمة يعني شلون نقول، يعني ما تروح من ذهننا نهائيا. يعني مثلا تطلع يعني قبل احنا هنا باب بغداد، باب العلوة نسميها، نفوت على باب العلوة من هنا نشوف هالمحلات هاي وذول الوجوه القديمة يعني اللي كانوا الله يرحمهم. الطب يعني هسه تتذكر يعني سوق التجار، سوق الساعشية، يعني ما ادري عقد الدامات، سوق الهنود، شارع علي الأكبر، يعني كلها تجي سوق الزينبية، يعني فد أماكن كانت إلها فد طعم وفد قيمة. والله هيك راحت جنينة كربلاء كانت. الناس شلون كانت ضيعتهم شلون؟ يعني الناس يعني شو أقول لك أستاذ، فد مثل بسيط أعطيك. إحنا كنا مثلا نطلع للمدرسة الصبح أيام ابتدائية، يعني نشوف باب العلوة كلها معزلة، نقول اليوم لو أكو وفاة، لو واحد من الطرف متوفي، صدق اذا واحد من الطرف متوفي هاي منطقتنا كلها تعزل، كل كربلاء هالشكل. واذا فاتت جنازه مثلا، احنا كنا بايام شارع علي الاكبر هناك محلنا، تفوت جنازه اذا ابن كربلاء كلها تعزل. هالشكل اكو فد 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 رابط بين الناس. هسه قبل كانوا مثلا اذا يريد ياخذون مره مثلا زواج ما زواج، اهل المنطقه الشيبه اربعه خمسه ما يتجاوزون. انا يعني شايف بعيني، يعني مو هذا ولد المنطقة، يعني مثل باب العلوة من بيها فلان وفلان، الله يرحم حجي بزر، الله يرحم حجي نجم، الله يرحم عباس الجبر، يعني ذول الكبارية ما تلسم، خاف نسالي واحد هم يقول لك ما ذكرت اسمه، يعني شيبتنا هنا، عرفت شلون؟ يرحون ويا اصلا العريس يكون ما يروح، يبقى هم يرحون يحشون بالبنية وانتهى الموضوع. وهاي يعني حكاية وانتهت. هسه ما ادري هوسه ماخذ لك حتى العريس يروح، هسه ماكو العريس عم يختل بالبيت، كان والله يختل. يعني انا اتذكر يعني ابوي اخويا الله يرحمه ابو ياسر بالبيت خاتلي يفرك بيدي يجيبوا له النتيجه. هسه الدنيا مقلوبه والعريس هم رايح وياه، ما هي وحده يعني يصير مشكله. اي مشكله والله الكبير الكبير يعني يتدخل يحلها بثواني بدقائق، وكلها تحترم الكبير. قال له انتهت ها هي. بصراحه قاعد رجعوا الشباب او عركه او هذا كله، يعني زعلت مره زعلت هاي يدخلون وحكايتهم ماشيه، لا اطلايب ولا محاكم ولا هي ماكو. عمي وينك؟ نادر لما تشوفين يعني عيب تشوف واحد يروح مركز شرطه. حتى هسه مثلا الحمد لله احنا موجودين بالطرف، يعني تصير مشكله تصير هذا نتدخل احنا ان شاء الله نفضها، يعني بالتي هي احسن وبالهذا نفضها. ومن اول موجوده هذا الشيء. يعني فد مره هم صارت فد ايام سبعينات، اي فد ويا واحد مشكله من شنو اشتكى عليه، اي فراحوا للمركز. هو نفسه حتى هذا المفوض كان هو بحساب امر المركز يصير مفوض، من باسم الجزء الخاف يقبل ما يقبل. المهم اي قدام الابو قدام ذاك يضرب راجدي، عرفت شلون؟ فضت وجاوا الفريقين اجوا اصلا يتمشون كل شيء ماكو. هاي والله انا اللي شفتها بعيني، هاي ناس طيبه، ناس حكاية، يعني هسه مو ابويا يعني كبار هنا هم يعلموني. يعني اخاف امشي هذا، تعال انت من يعني ضربك يعني بعد توبه بيدك جيجاره مثلا او فت حركه مو صحيحه. يعني كانوا هم يعني مو مؤدبين، يعني الحمد لله يعني كانت ناس الله يرحمهم، يعني الله يرحم عمي مزهر هنا من نشوفها، يعني هو مو قرايبي مو عمي هو، بس كنا نصيح لعمي مزهر الله يرحمه مثلا هنا بباب العلوه. هو يعني هو هسه ما قلت ليش اخاف تجيب اسامي وباقي كلهم، يعني الحمد لله اهل باب بغداد، يعني احكي لك عن منطقتنا اهل باب بغداد، يعني الكبارية مالتهم وحكايتهم الحلوة وحكايتهم الماشية.
وين ما تريده. ها مثلا عندك مثلا مشكله بالمحكمه مثلا مع العقد من شنو راسا يبوي امشي خصوصا ما يخليك هم تدفع فلوس روح هو مثلا شنو مثلا عندك قضيه شنو يفضل هو يجي. حتى ايام العسكريه ما عنده مانع يعوف محله مثلا عندك في الشغله عندك هذا يروح ياخذ لك اجازه ويجي. انا شايفها بعيني هاي ايام الثمانينات. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، وشكرنا وتقديرنا لجميع كادر العمل في فقره خير وبركه. بصراحه الله يرحم الماضين من اهلنا السابقين، فعلا كانوا هم الخير والبركه وكانوا الاسناد الكل البقيه. يعني من صغار العمر سمعت في كلام الحاج مهدي كيف كانت الحياه جميله وكيف كانت الفطره الداخليه القلوب بيضه مثل ما نقول. كان اكو محبه فعلا، يعني حب لاخيك ما تحب لنفسك، كانت فعلا متجسده اسراء كل ما يعني كل مبادئ الجوره، كل المبادئ الله. الانسانيه اجمل، يعني اجمل الصور تلقيها بالحكايات القديمه. يعني مره اني يعني حلو فت قصه على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل يسال ببيته يقول لها شلون يعني كنتوا عايشين ما عندكم هذا التطور وانترنت؟ تقول لك كنا عايشين احسن من عيشتكم. صحيح. يعني كانت عيشتهم حلوه، يعني من خلال تواصل اجدادنا فعلاً كان تواصل يعني اجتماعي. مع الاسف ده نفتقر هاي الاشياء يوم بعد يوم. يعني اسعد الله صباحكم. اسعد الله صباحك بخير والعافيه. كرار اكيد الموضوع عجبك بعد اكيد المنطقه القديمه والاطراف القديمه لمدينه كربلاء. نعم. هذه هي الاطراف تحوي كثير من الحكايات، كثير من القيم، عادات والتقاليد الحقيقية لمدينة كربلاء المقدسة. هي انولدت من هذه الأطراف العتيقة والعريقة بمدينة كربلاء، كطرف باب بغداد، طرف باب الخان، العباسية، باب السلالمة، طرف باب الطاق. هاي كلها حكايات هذه الأطراف هي اللي كانت تصدر الصورة الجميلة، الصورة العفوية لمدينة كربلاء، وكذلك كبار السن هنا في هذه المناطق مدرسة بالقيم وبالأخلاق وكل معاني النبل. أحسنت. الله يبارك. احنا نقول الله يساعد قلب المغتربين من هذا البلد، يعني خصوصا اللي من أهالي كربلاء، كيف أنه يحنون مجرد قراءة اسم هذه الأطراف القديمة من كربلاء. طيب الآن راح نترك لك الجو أخ كرار حتى تعرفنا وتعرف المشاهدين أيضا بأخبار الطقس، كل تفاصيل الطقس بعد قليل. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية لبرنامج صباح كربلاء. والبداية مع تصريح من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد اليوم الثلاثاء الموافق السادس من نيسان للعام 2021، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو، درجة الحرارة ترتفع بضع درجات، الرياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية سيكون من 8 إلى 10 كيلومترات. أما المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئي، درجة الحرارة ترتفع بضع درجات، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية سيكون من 8 إلى 10 كيلومترات. أما بما يخص المنطقة الجنوبية الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجة الحرارة ترتفع بضع درجات، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومترات. بينما درجات الحرارة ستكون كالآتي: أولا، العاصمة بغداد سجلت لهذا اليوم 15 درجة صغرى، بينما العظمى ستكون 31 درجة. الطقس مشمس في العاصمة بغداد. مدينة كربلاء سجلت 17 درجة صغرى لهذا اليوم،
بينما العظمى ستكون 31 درجة. الطقس مشمس أيضا في مدينة كربلاء. البصرة سجلت 18 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 33 درجة. الطقس مشمس أيضا في البصرة. دهوك سجلت 12 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 26 درجة. الطقس مشمس أيضا في دهوك. صلاح الدين سجلت 16 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 32 درجة. الطقس مشمس أيضا في صلاح الدين. المثنى سجلت 17 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 32 درجة. الطقس مشمس أيضا في المثنى. كركوك سجلت لهذا اليوم 17 درجة، بينما الصغرى ستكون 29 درجة. الطقس مشمس أيضا في كركوك. الديوانية سجلت 17 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 32 درجة. الطقس مشمس أيضا في الديوانية. النجف الأشرف سجلت 18 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 32 درجة. الطقس مشمس أيضا في النجف الأشرف. الموصل سجلت 13 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 29 درجة. الطقس مشمس أيضا في الموصل. ديالى سجلت 13 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 30 درجة. الطقس غائم جزئي في ديالى. ذي قار سجلت 17 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 33 درجة. الطقس مشمس أيضا في ذي قار. أربيل سجلت لهذا اليوم 10 درجات صغرى، بينما العظمى ستكون 27 درجة. الطقس مشمس أيضا في أربيل. الأنبار سجلت 16 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 30 درجة. الطقس مشمس أيضا في الأنبار. ميسان سجلت 17 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 33 درجة. الطقس مشمس أيضا في ميسان. السليمانية سجلت 8 درجات فقط صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 26 درجة. الطقس مشمس أيضا في السليمانية. بابل سجلت 15 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 32 درجة. الطقس مشمس أيضا في بابل. واسط سجلت 15 درجة صغرى لهذا اليوم، بينما العظمى ستكون 31 درجة. الطقس مشمس أيضا في واسط. بدأت منذ اليوم ونهاية هذا الأسبوع ترتفع درجة الحرارة شيئا فشيئا. كل القراءات الأولية والرصد الجوي تؤكد أو تبين بأن الارتفاع سيصل لربما بداية مطلع الأسبوع القادم إلى درجة 39 أو يقارب 40 درجة. هذا كل ما رصدناه عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم. ألتقيكم غدا بعد 10 صباحا على المحبة والود، وهذه عودة مرة أخرى إلى ليلى وإسراء لإكمال ما تبقى من فقرات برنامج صباح كربلاء. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وأنتم معنا في هذا الصباح الجديد والجميل. دائما أقول صباح جديد وجميل، لأن فعلا احنا عندما يعني نعرض حلقة هذا اليوم ونشوف تفاعلكم ويانا نشعر بالسعادة ويصبح علينا الصباح جميل. نعم. طبعا شكرنا وتقديرنا إلى كرار الوزني على هذه الفقرة الممتعة، هي فقرة الطقس اللي من خلالها نتعرف على الأنواع الجوية في كربلاء المقدسة وعموم محافظات العراق. أنا أعتقد هاي فقرة الطقس إسراء، نعم، يعني بعد بالأيام الجاية تسبب اكتئاب للمشاهدين، حرف درجات الحرارة مرتفعة. أي والله. ويتذكر الكهرباء حتنطفي. أي يعني الصراحة كنا قبل يعني نترقب شو وقت ممطر وشو. أنا كنت أقول لك أنت تحبين المطر وأنا أحب الجو المشمس. السفرات السلاء بالصيف أقول لك يا ريت تكون هناك مطر وأشياء. رجعينا للأيام القديمة. نعم حلو. طيب إسراء خليني أسأل السؤال، أنت تريدين تحكي للمشاهدين بس؟ لا أنا أحكي للمشاهد، يعني وصلنا فد موضوع كلش مهمة ليلى، هي فقرة نقاش صحي راح نتطرق إلى العادات الصحية في نظام التغذية. نعم. لكن لا بأس إذا عندك سؤال اسأليني.
احنا عندنا كلش مهم موضوع الصحة. اي نعم. والكل يسعى انه تكون صحته جيدة حتى يعني يستمتع بحياته، يؤدي عمله، يؤدي الدور اللي يتوقف عليه. كثير من الناس يعني للأسف يعني تصدمهم صحتهم بليالي مباركة بها اعمال. مو تدرين ذول الناس شو يسوون؟ يعني خطية، هذا يظل يشعر بالذنب للسنة الجاية. يعني مو ذول الناس يدورون كمية مو نوعية باكلهم. زين خلينا احنا هسه ما دام احنا عايشين لازم الحمد لله والشكر فوق الارض مو تحتها، خلينا نغير هاي العادات الصحيه مالتنا. يعني هسه انا خلي ابدي اطرح عليك بسؤال. يلا. اي طبعا نستبدلها باشياء اكثر صحيه. يعني هسه منهاجك الغذائي اليومي شلون يكون؟ يعني تردين الصراحه؟ الصراحه مو كل الصراحه يطلع بي لا لا راح احكي الصراحه. انا صريحه، انا اهم شيء وجبه الفطور ما اعيفها. يعني حتى من عندي دوام أوقت الساعة من وقت في سبيل حتى ما تفوتني وجبة الإفطار. سموها أهل قبل مسمار البدن. عفية. يعني عادي هذا الشاي إحنا معتادين عليه. إذا الجوز دائما أخليه ضمن فطوري الصباحي. زين. كم حبة من الجوز لازم هاي أكلها. طبعا. زين. بالغداء أنا ما أسوي رجيم، يعني عادي أكل وأسوي. العشاء شوية أخفف، لكن من خلال هاي الأشياء تدرين إحنا دائما نمارس عمل وتفكير يحتاج لنا دائما عصائر فريش، هاي الشغلات، فواكه. ما أقول لك أنا كلش يعني ملتزمة، بس الحمد لله والشكر نوعا ما أنا ملتزمة بهاي الأشياء. حس إحنا يمكن حتى المشاهدين من يسمعونا أول ما يتبادر بذهنهم الأحاديث الشريفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. نعم. يعني تشوفين عندهم يعني هم دستورنا بالحياة. صحيح. هم المرشدين إن أول ما نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله ابتدأ بالملح واختتم به، لكن قليل من عندنا يمكن اللي يطبقوها. خلينا نلتقي الآن بضيفتنا الكريمة. طبعا احنا نعرف انه الاطباء هم المصدر الاساسي للمعلومات العلميه، اللي يسمع الكلمه من عندهم تكون اكثر ثقه من ما نقولها مثلا اني واسراء. نعم. فخلي العادات الصحيه مثل ما ذكرت اسراء في بدايه الحلقه هي المفتاح الاول لصحه الجسد. نعم. خلينا اليوم نتعرف على العادات الصحيه الغذائيه انه خلال يومنا اللي تعطينا وتجعلنا أكثر صحة وأكثر نشاط في فقرة نقاش صحي. إذن مشاهدينا الكرام للحديث عن هذا الموضوع الممتع والشيق راح تنضم معنا مشكورة عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة صبا عبد الرزاق الجنابي اختصاص دقيق تغذية سريرية. أسعد الله صباحك دكتورة صبا، وأهلا وسهلا بحضرتك ضيفة كريمة علينا في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم، حياكم الله. الله يبارك بيك دكتورة صبا. بداية احنا يعني مثل ما حضرتك تعرفين نريد نتكلم عن العادات الصحية حتى نحافظ على صحة أجسامنا. ما هي أهمية المحافظة على العادات الصحية؟ تفضلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عاشت إيدكم. طبعا هو موضوع كلش مهم وهواية كلام بي، بس نعم. احنا نحاول نختصر بالعشر دقائق. نعم. اولا احنا نقول الغذاء الصحي، ومثل ما حضراتكم كلكم تعرفون دائما يعني نقول الغذاء الصحي هو اساسه ويبدي من الطفوله. يعني من اول ما الطفل يجي من الدنيا هو لازم يرضع من حليب امه على مود ياخذ غذاء صحي من البدايه، بدايه تصير صحيحه. هي طبعا هاي الامراض اسم الله المزمنه، السرطان، السكر، الضغط، ما تنتج عن يوم وليله، هاي تنتج هي تراكمي تدريجي. يعني احنا كل ما ندخل عادات صحيه كل ما ندفع عن نفسنا هاي الأمراض. كل ما لا سامح الله لا نبدي بدايتنا مو صحية. يعني شافوا حتى اللي ياه ما يرضع من صدر أمه يرضع حليب القواضي، شافوهم بعمر مبكر تبدأ عندهم اسم الله ذني الأمراض المزمنة، الضغط يصعد والكوليسترول يصعد. فهي البداية مثل ما نقول حتى من هو جنين. فإحنا شنو الأكل الصحي اللي ممكن واحد يعلم عليه جهاله ونفسه ويمشي عليه حتى يدفع عنه إن شاء الله ذين الأمراض المزمنة. طبعاً الأكل اللي يسموه أكو أكل اللي هو غني بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة يسموه مضادات التهابات. أكل مضاد للالتهابات، يعني أي التهاب مزمن اللي بعدين اسم الله يصير روماتيز، اللي يصير سكر، أمراض التهابية. شنو الأكلات المفضلة على غيرها كمضادة للالتهابات؟ طبعاً بالنسبة للخضروات الممدوحة كل الخضرة هي ممدوحة،
بس اكو العائله الصليبيه يسموها من اكثر الاكلات ممدوحه، اللي هي القرنابيط، البروكلي، اللهانه، تحتوي على مضادات اكسده ومضادات اسم الله للسرطان. فهي اذا واحد يتعود يدخلها بنظامه الغذائي سواء فريش او مسلوقه فهي يحصل على فوائدها الصحيه. كذلك البصل من الاغذيه اللي كلش ممدوحه. العنب الاسود طبعا احنا كل ما دكتور عفوا البصل ياكلوه نعم. يعني يكون بهذه الصوره او يدخل بالغذاء اي يعني هو اثنين المفيده حتى الثوم احنا نقول يفقد قليل من خصائصه الغذائيه حتى لو كان الثوم مخلل دكتورة عذرا عن المقاطعه حتى لو اي نعم حتى لو مخلل يعني هو يفقد جزء من خواصه بس ما راح تتحول الثومه الى تفاحه يعني هي تبقى ثومه فيها عناصر غذائيه مفيده تمام نعم فإحنا البصل كذلك كلش ممدوح. العنب الأسود إحنا قلنا الفاكهة والخضرة كل ما ألوانها غامقة ومتنوعة بالسفرة كل ما نستفاد أكثر يعني هاي يسموها المركبات الكيميائية الفايتوكيميكال اللي تعطي اللون والريحة للفاكهة أو للخضرة كل ما ننوع بهالألوان كل ما هي بيها مضادات سرطان أعلى فإن العنب الأسود كلش ممدوح الكرز ممدوح الحمضيات بصورة عامة خاصة الليمون قليل السعرات لأن إذا نأخذ إحنا برتقال يمكن نتحدد بعدد الحمضيات يعني كبرتقال كسندي لأن بيها سكريات الفاكهة أكثر صحيح. يعني سعراتها أعلى نعم. بس الليمون يمكن 3 ليمونات باليوم ما بيها ذيك السعرات العالية فنقدر براحتنا نأكل نعم. طيب. الطماطة كلش ممدوحة نعم. الرمان كذلك كلش ممدوح وحتى من يشوف روايات أهل البيت سلام الله عليهم تحس على أكل الرمان على أكل التفاح وهي شافوها يعني بيها مضادات سرطان ومضادات التهابات إضافة للخضرة والفواكه عندنا الأعشاب والبهارات الممدوحة الكركم، الثوم، الزنجبيل، الدارسين معظم يعني حتى الزعفران كلها شافوها بيها مضادات التهابات حتى الهيل يعني إحنا هاي مو بس جاي تعطي نكهة للأكل وإنما شافوا لعم بيها فائدة صحية أنه هي مضادة للالتهابات تعزز مناعة الجسم عندكم الشاي الأخضر كمضاد أكسدة أكيد كلكم سامعين عنه إحنا حتى الشاي الأسود يعني هو بيه فائدة أكيد أقل من فائدة الشاي الأخضر فحتى الشاي الأسود هو مفيد صح مضاد أكسدة تحافظ مثل ما نقول على شبابنا تقلل الأمراض الالتهابية تقلل اسم الله السرطانات أحسن نعم نعم دكتورة طيب لو نتحدث عن يعني هسه هذه المعلومات كلها انطيتيها بصورة عامة لصحة الجسم ككل يعني تفيد العظام والعضلات وكل هاي الأمور طيب لو تحدثنا عن صحة الجهاز الهضمي بالذات يعني احنا نشوف أكثر المشاكل ده تكون بالجهاز الهضمي من تقرحات من جرثومة المعدة من قولون من كل هذه الأمور طيب المفتاح الأساسي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي شنو هي؟ نعم احنا الجهاز الهضمي كلش مهم أنه هم ندخل ذني الأغذية مثل ما نقول والأكلات اللي تعيش عليها يسموها البكتيريا النافعة للقولون البروبايوتيك هاي اللي دائما إحنا إذا سمعوني مدهون بلبن أكتيفيا مو دعاية لبن أكتيفيا بس هو مدعم بالبكتيريا النافعة للقولون كل ما الأكلات ناكلها اللي تنتعش عليها هاي البكتيريا كل ما يتحسن الجهاز الهضمي مالتنا ويقاوم هاي البكتيريا اللي هي يسموها الاتش بايلوري اللي القرحة مال المعدة وكل ما تتحسن الصحة بصورة عامة يعني حتى شافوا أكو علاقة بين تحسن الجهاز الهضمي وبين الحالة المزاجية للشخص يعني من أكو بكتيريا نافعة للقولون بعدد جيد يشوفون أنه المزاج مالته والكآبة تخف فإحنا شنو الشغلات اللي تعزز نمو هاي البكتيريا أولا قلنا من يجي الطفل للدنيا هو إذا جابته أمه ولادة طبيعية فرق عن تجيب قيصرية يعني الولادة الطبيعية راح ياخذ هاي البكتيريا النافعة للقولون من أمه ويصير عنده ككمية أفضل من اللي يجي عن طريق القيصرية اثنين من تخليه على صدرها هو أهم راح يحصل هاي البكتيريا يسموها اللاكتوباسيلاي اللي هي البكتيريا النافعة للقولون وكذلك تنتعش على حليب الأم بعدين من يبدي يكبر وندخل للنظام الغذائي أكو أغذية تعيش عليها هاي البكتيريا اللي هي من ضمنها الروبا من ضمنها التفاح، الموز، الثوم، البصل فهذني الخضرة اللي بيها الياف هي تنتعش عليها هاي البكتيريا هي البكتيريا وين موجودة إذا واحد بالكبار يعني مو أطفال والله موجودة بالبرشي وموجودة باللبن اللبن يعني هو هم غذاء تعيش عليه البكتيريا وهم بيه هاي البكتيريا النافعة للقولون بس احنا اكو
اكو بعض الشركات تقتل هاي البكتيريا لان هي اللي تسبب حموضة الروبوت. نعم. فيقتلوها على مود لا تحمض الروبوت تبقى فترة اطول. نعم. لان واحد حتى يعرف انه اللبن اللي يستهلكه انه هو هذا بي بكتيريا ويستفاد منها لو ما بي ممكن يترك اللبن اللي يشتري خارج الثلاجة في 3 ايام. اذا حمض معناته بي البكتيريا النافعة للقولون. اذا ما حمض معناته انه الشركة كاتلة هاي البكتيريا. نعم. فلا يشتري من عندك. نعم. طيب فهاي البكتيريا قلنا كغذاء لها شنو وهي اذا تنتعش زين شنو الشغلات اللي تقتلها او تقلل من عددها قلنا اولا القيصريه نعم. ثانيا الحليب القواضي نعم. ثالثا من يبدي يكبر الشخص يعني الذني من يبلع هوايه انتي بايتك اكو يعني ناس ياخذون هوايه كبسول ما التهابات يعني من كيفه بدون استشاره طبيه نعم. اشوف عنده التهاب يقوم يبلع هذه طبعا حتنكتل بكتيريا فيقل عددها بالجسم كذلك اي شيء فاست فود بين الوجبات السريعه اللي هي قليله بالالياف وكثيره بالدهون غير الصحيه تقتل هاي البكتيريا فشوفون كلش الى علاقه حتى اللي ياكل وجبات سريعه هواي اضافه للبدانه اللي تصير عنده تصير عنده كابه نعم فهاي كلش لها علاقه بالبكتيريا يعني هسه معلوماتكم دكتوره صبا بيها معلومات نعم. سعيده والاخرى بيها شويه حزينه يعني اول معلومه حزينه الخاصه بالاطفال يعني يولد ولاده قيصريه وبعدين يتناول الحليب او الرضاعه الصناعيه مثل ما نقول والامر الاخر اللي يتعلق بالفاست فود يعني للاسف يعني هذا شيء شويه محزن يعني طيب. واحد خو ما يقدر يحرم نفسه احنا مو لا تكون فت حصه يعني مثلا يعني نقول بالشهر حصه بالاسبوع نعم. حصتين بالاسبوع بس مو انه نظام حياه يعني نعم اذا هالشكل اوكي تصححت طيب المعلومة. دكتوره صبا بما ان احنا نتكلم عن نعم بما أنه نتكلم عن موضوع الصحة العامة دكتورة خلينا نسأل عن موضوع الاسترخاء يعني إذا يكون الإنسان مسترخي هل يكون يعني هذا الشيء يدعم صحته أكثر صحة جسده أكثر؟ أي تمام هو إحنا نقول نمط حياة صحي يعني هو الغذاء جزء من نمط الحياة الصحي اللي غني بالفاكهة بالخضرة بس مو هو الأساس كل شيء فاحنا عندنا مثلا تقولون تفضلت حضرتكم الضغط العصبي كل على المناعه نعم. لذلك احنا حتى مرض الكورونا يعني ليش دا يقدمون لهم الدعم النفسي اذا لاحظتوا وايد يقدمون يقوي مناعتهم ممكن يقوي مناعتهم يعزز نعم. المناعه مال الجسم فاحنا الضغط العصبي يشوفون واحد شاط يقول شطت شوطه وراها تمرضت تمام هذا الحكي صح. صحيح يعني نعم. لانه إذا واحد دخل بشدة نفسية قوية تهبط المناعة مال الجسم نعم. فإحنا الاسترخاء اللي يشجعون عليها خارج يعني يقولون يوغا أنه مثلا ممكن يشرب شاي البابونك مهدئ للأعصاب يعني هاي الشغلات إحنا نشجع عليها نعم. تعزيز العلاقات الأسرية كلش مهمة أنه واحد يحافظ على صحته العامة نعم. كذلك حد شوف إحنا هواية نتعلموا من الجيل الجديد أنه يسهرون الوجه الصبح صح هذا من سهر الوجه الصبح يقلل المناعة تمام نعم. احنا كل ما ننام من مبكر كل ما نستفاد من هرمون النمو وهرمون الميلاتونين اللي يسموه هرمون النوم اللي يجدد خلايا البشرة يبني الكتلة العضلية مثل ما نقول يعزز المناعة فإذا احنا انحرمنا من نومة الليل هي سبحان الله وخلقنا الليل لباسا والنهار معاشا مش قد ما ننام بالنهار ما يعوض عن نومة الليل نعم. فالمفروض واحد يعني يخلي بباله أنه هي مو مجرد عادة وإنما هي دا يأثر على صحته العامة وهاي تدريجياً اسم الله تبدأ لكم أمراض اللي ضغط والسكر والسمنة ومصايبها كلها بعدين بعمر مبكر هاي هم كون ينتبهون عليها إذن دكتورة صبا عبد الرزاق الجنابي اختصاص دقيق تغذية سريرية حقيقة كنا سعداء كنا نتمنى اكثر لو كنت موجوده ومنورتنا بالاستوديو يعني بصراحه الله يحفظكم سعداء جدا بالحديث معاكم وشكرا على المعلومات اللي قدمتوها الله يشكركم شكرا الله يوفقكم يا رب اذا مشاهدينا الكرام يعني اتمنى انه تستفيدون او استفدتوا ان شاء الله من هذه الفقره ومن المعلومات اللي قدمتها الدكتوره صبا بصراحه هو الموضوع يحتاج لتعود يعني ما يكون بيوم وليله انه تصحح عادات متعود عليها فتره طويله يحتاج شويه تدريب وخلي يكون عندنا اصرار شويه بالموضوع يعني مو نقطعها قطع تام لا شويه شويه يعني خطوه خطوه ندرب نفسنا ان شاء الله حتى نتوصل الى عادات صحيه تفيد جسمنا
مشاهدينا الكرام، من بعد النقاش الصحي خلونا ننتقل شوية فقرة جميلة نرفه بها عن نفسنا، وهي فقرة تقرير. واليوم التقرير أعدنا يا الزميل أمير عرب حول موضوع صياغة وبيع الخواتم النحاسية. خلنا نتعرف على كيفية تتم هذه العملية من خلال هذا التقرير. على بعد بضع أمتار عن مرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام، يعمل الحاج حيدر النصراوي على صياغة الذهب والفضة، وهي المهنة التي توارثها عن أبيه منذ أكثر من 45 عاما. بالنسبة لمهنة الصياغة، احنا استورثناها من أبونا. أبونا كان صايغ، كان كربلاء خمس صياغ قدامه، وأدوات بسيطة كان عنده، يعني لا غاز عندهم لا هذا، يعني مجرد بوري ولمبة معلوقة ينفخون ويلحمون، وكل هذا شغلهم. لا أكو مكينة سحب لا هذا، كله بالدق يرفعون السبيكة أو يعرضوها. فكان إحنا محلنا بسوق الساعتية بين الحرمين السحابيين. بديت أنا بالنسبة لي، أنا من مواليد 54، بديت من 75 تقريباً. عملية الصياغة تتطلب الخبرة والإتقان من قبل الصائغ، وما يميز العمل اليدوي اعتماده على آلات يدوية تقليدية بسيطة، حتى إن هذه الطريقة في العمل لم تتغير كثيرا منذ عشرات السنين. حتى الفضة هم تشتريها، أو سبائكك مال سويسرية، أو تشتريها من الناس خشالة عيار 900 أو أقل، إذا أقل تحتاج تصفات صفيها بالتيزاب. يعني احنا نعرف شلون نصفي التيزاب او الذهب، الفضه او الذهب. نستخلصها نسوي ثلاث تسعات يعني بدون شوائب. نشتغلها اول ما نصهره. شنو نريد؟ اول نحضر الشغلات اللي يريدها، حجره او اي شيء، اي شيء. نرسم الديكور مالتها والرسم النموذج ونظل نشتغل عليها. فنبدي نصهرها ونسحبها بالماكينه الروله. هسه بلو كان ماكو روله، هسه بدها رولات وبريسات وهاي الشغلات، سهله الامور هسه، وايد سهله. ونبدا نفصل العمل. ابو المهنه يعرف شو يسوي، يعني يعرف جيجات ايش قد، سمك الحاجه ايش قد، حتى يطلع الوزن اللي يريده، ان كان محبس او ميداليه او اي شيء. هذا المعرض الكبير يحمل بين طياته لونا من ألوان تراث الماضي وحداثة الحاضر، إذ يضم أنواعا وأشكالا مختلفة من المصوغات اليدوية التي صيغت باستخدام الأجهزة الحديثة. بالنسبة للخواتم، سابقا كانت تصاغ باليدوي، يعني كلها صياغات يدوية، بس بمرور الزمن ويعني حداثة الوقت وكذا وشيء تطور الوقت، أكثر شيء قاموا يعتمدون على المكائن صياغة، يعني بالمكائن بسبب الوقت وقلة الأسعار، لأن الصياغة اليدوية يعني تكلف تكلفة كل جدا عالية. أما الأحجار فلها أصول وتاريخ قديم وتسميات قد تعود إلى المدن التي استخرجت منها، ومنها الكريمة والبلورية باهظة الثمن. شذرات يعني هواية جدا هواية، بس يعني في شيء مختصر قلت لك، الياماني ينقسم إلى عدة ألوان: الفيروز النيشابوري، الياقوت، الزبرجد، الأوبال، يعني هن تقريبا هن ذن أكثر شغلات المعروفة. السترين، الفيروز يعتبر من أنواع الراقي الغالي، أكثر شيء يعتمد على الصفاء مالته، على الحجم مالته، على اللون مالته، بالإضافة إلى المجوهرات. الأوبال، الزمرد عندك تعتمد على الحجم مالته وعلى الصفاء وينباع على القراط. هذا اليماني، العقيق اليماني، هذا تقريبا عمره 1000 سنة. أكثر هاي اليمانيات يجيبوها مصدرها، يعني هو خب اليماني من اليمن. تراجع كبير في شراء الخواتم المصنوعة يدويا، لكون الخواتم المستوردة والمصنوعة باستخدام المكائن أقل سعرا وأكثر جمالا. من كربلاء المقدسة، أمير عرب، قناة كربلاء الفضائية.
حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، شكرنا وتقديرنا إلى الزميل أمير عرب على هذا التقرير الممتع والجميل. حقيقة أنا من عشاق هاي الأشياء خصوصا الأنتيكات، يعني اتطرق إلى آخر شيء بكلامه فد موضوعة مهمة. يقول اليوم الناس أكثر شيء يعني ما ترغب إلى المحابس المصنوعة يدويا لغلاء ثمنها طبعاً، وتستبدلها بالمستورد أو المصنوعة عن طريق المكائن على مود صح. تكون ثمنها أرخص، لكن هناك ناس مستعزين بهذا الشيء، حتى تكون لو كانت باهظة الثمن يقتنوها لجمالها وتعتبر يعني فشيء أنتيكة من التراث. إذا أردت تهدين شخص يعني مثلا تختاري له هدية، لما تختاريها مصنوعة يدويا تكون أكثر قيمة معنوية صحيح. يعني حتى وإن كانت قيمتها المادية أعلى، لكن تقولي له إنه هاي مصنوعة يدويا نعم. يعني تكون أكثر قيمة. كل الأمور أنا أذكر يعني فد يوم راح وفد من أوكرانيا يزورون رئيس وزراء بولندا، أخذوا له زوج جوارب مصنوعة يدويا في أوكرانيا. يعني تخيلي إحنا هسه لو ما أدري شو يصير، إحنا كعرب من يهدي هاي من يهدي هيك شيء، لكن هم شوفوا زوج جوارب، هسه درس تقولين زوج جوارب شنو، لكن هم قيمتها يعني هي مصنوعة يدويا، يعني هم عندهم مقبولة هالهدية، ولأن مصنوعة يعني يدويا وبيها هذه الرسومات القديمة، فهاي الأشياء اليدوية بيها يعني بيها معنى أكيد. بيها معنى كبير. طبعا ما أخذ من وقت البرنامج هواية، لكن قبل أيام قليلة كنت يعني دعيت لكم في زيارة الإمام الحسين، دخلت إلى متحف الهدايا والنذور، يعني شيء جدا جميل. لو شوفين المحابس والمحابس الرجالية أو النسائية، خصوصا المحابس اللي بيها حجر يعود إلى 70 عام من مرمر قبر الإمام الحسين عليه السلام. جميل يعني هاي دعوة للسيد المخرج، لو في اليوم سوينا تقرير على هذا المتحف شوف الجميل الزميل أمير عرب إن شاء الله إذا سوى تقرير حتى إن شاء المشاهدين الله. اللي ما شايفين يشوفوه إن شاء الله. طيب خلينا مشاهدينا الكرام قبل ما ننتقل وياكم إلى فقرتنا الختامية، فقرة سؤال التفاعل، وخلي نذكركم به إسراء اختارتها حول موضوع أنه ما سبب انقطاع صلة الرحم، فهذه عندنا تعليقات احنا، وان شاء الله راح تكون ارقام الهواتف تظهر اسفل الشاشه حتى نتعرف وياكم ونتعرف على ارائكم حول هذا الموضوع. لكن خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع مره ثانيه. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى مسك ختام فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. كما نوهت ليلى، سؤالنا لهذا اليوم هو ما سبب انقطاع صلة الرحم؟ فد موضوع جدا مهمة اليوم احنا نحتاجها، نريد نعرف شنو السبب. احنا يعني كل ما الحياة تتطور تنواكب الحضارة تنواكب التطور، لكن هناك قطيعة في صلة الأرحام. دائما عندما نتحدث لا نعمم الجميع البعض،
طبعا السؤال ان شاء الله نشرناه امس على الصفحه الرسميه لقناه كربلاء الفضائيه، وما تنسون ارقام الهواتف راح تظهر او ظهرت ان شاء الله اسفل الشاشه. نحب نتعرف موضوع جدا مهمه، ما سبب انقطاع صله الرحم؟ نعم. كثير من التعليقات ليلى وردت الينا، خلي احنا نتناقش حول تعليقات المتابعين. أوكي. عندنا مثلا، خلي نبدي بحسين العبودي، صباح الخير، صباح النور اخ حسين، تحيه حب لبرنامجكم الجميل، شكرا جزيلا لحضرتك. يجهل الكثير انه صله الرحم واجب على كل مسلم. نعم الامر مهم للغايه بان يكون واجب، انه هذا التواصل يغرس مبادئ التعاون والاخوه وكثير من الاشياء الايجابيه في الاشخاص وبالمجتمع بشكل عام. قطع صلة الرحم لا ترضي الله قطعا، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحسنت، تعليق جميل. أيضا ورد إلينا تعليق من الزميلة محاسن عبد الشريف، تقول صباحكم رحمة، صلة الرحم للأسف الشديد أول أسباب التربية، بمعنى من تربى على شيء شاب عليه. عند تربية أولادنا يروا تصرفاتنا وعلاقاتنا بالأهل، نعزز فيهم صلة الرحم، يتوارثوا هذا الطيب من الفعل. ثانيا للأسف الشديد السوشيال ميديا أصبحت مؤثر سلبي على العلاقات العائلية وأمور أخرى ليست عامة ولكنها شخصية بالنسبة لي. أصبح النقاش بالعقيدة أبعدني عن الكثير من عائلتي إلا من رحم ربي بهم. أصبحت أتبع قول إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام، ابتعد عن ما يؤذيك. اللهم الهداية للجميع على ما يحبه الله ورسوله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل اللهم محمد. صلي على محمد وآل محمد. عندنا إكسير الحياة تقول، نعم، وليشهد الله أننا لا نقطع الأرحام، نحن فقط نقطع القال والقيل والكذب والنفاق. طيب خلونا بعد ما نكمل التعليقات راح نتفق او نخرج باتفاقيه. نعم احنا لا مع انه نقطع صله الرحم، لان الله سبحانه وتعالى وصى بها الائمه وقبلها الرسول صلى الله عليه واله، والائمه طبعا يسيرون على نهج الرسول، اكدوا على موضوع صله الرحم. وبنفس الوقت نحب انه ما نحب القيل والقال والمشاكل، فان شاء الله بعد ما نكمل قراءة التعليقات نطلع باتفاقية حول موضوع صلة الرحم إن شاء الله يعني ترضي الكل. يعني القيصر الملكي معلق بتعليقين، يعني التعليق الأول يقول مواقع التواصل الاجتماعي، التعليق الثاني هو تعليق عن لسان الحجية الغالية، يعني والدتها أعتقد الله يحفظها، كاتبة كثرة المولات والمطاعم، هاي يمكن تأثر على صلة الرحم. نعم صحيح، يعني طيب. كثرة الطلعات يمكن تشغل مشاغل يعني. نعم أكيد. طيب علي عراقي يذكر باستفهام، أي رحم من الأخ اللي صار الغريب أفضل منه، لو من الأخت اللي تنافق، لو من العمام والخوال؟ أنا أتكلم بصورة عامة وتقديري للجميع، عيش وحدك وانعزل أفضل من معاشرة اللئام وأهل النفاق. لا سفينة النجاة في التعليق حلو، كاتبة صباح الخير، أسأل الله أن يوفقكم على هذا البرنامج الهادف اللي يسلط الضوء على هكذا مواضيع واقعية، شكرا جزيلا. أما بخصوص قطيعة الرحم موضوع الحلقة، أعتقد أنه أحد أسبابه هو تعلق الإنسان بهذه الدنيا يختصم مع أرحامه بسببها، فلو كنا على بصيرة من الأمر لعلمنا أن هذه الدنيا دار اختبار وبلاء، وإن الآخرة هي دار البقاء. نسأل الله أن يمن على كل ذي قاطع رحم أن يؤلف بين قلوبهم بجاه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فالتعليق جدا حلو جميل. يعني حقيقة انقطاع صلة الرحم فشيء مؤثر، يعني ستي قلتي احنا اكو يعني على مود نبتعد عن النفاق وعن الحسد وعن الغيرة، وعلى مود احنا ما نقطع صلة ارحامنا، يعني نلزم العصا من الوسط، لكن شلون؟ هسه أنا أقول لك إياها. عندنا أفراح كاظماوي، نعم، أو الكاظمي، أعتذر يمكن قريت اسمكم خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عزيزي. أما عن صلة الرحم في وقتنا الحالي أصبحت تحتضر، نعم، أو أوشكت على حافة النهاية، يعني بعدها ما انقطعت تمام لحد الآن،
ولكن لو يعلموا الذين قطعوا أرحامهم ما فائدة صلة الرحم، ما قطعوها. صلة الرحم تطيل العمر وتدر الرزق وتكسو الأجسام الراحة والعافية، وتتحسن سلوكيات الناس من أخذ المواعظ من الأكبر منهم سنا والبر بهم وأخذ الثواب والأجر. والمثل المطابق للحالة: أهلك ثم أهلك وإن جاروا عليك. يعني علينا الحفاظ على المودة مهما حصل عمر الدم لم يكون ما أبدا ومستحيل. نعم. عندنا أيضا حسن. نعم. أنه سبب انقطاع صلة الرحم هو الانشغال بأمور الدنيا فيقطع رحمه لأجلها، وهذا خطأ وليس بعذر، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، وصلة الرحم واجبة. نعم. أيضا من عبد الزهرة: أسباب كثيرة، منها أن يكون أحدهم ذو أخلاق سيئة أو متمكن ماديا أو متكبر، وهذا يجعل الجانب الآخر يتركه أو يتجنبه مدة طويلة ولا يستطيع التواصل معهم. أيضا لنا تعليق من نيسال فيديا: الله، الابتعاد أفضل وأريح، لأن لا الآخر أصبح آخر، الأخ أصبح أخ، ولا الأخت أصبحت أخت، ربما أخ لم تلده أمك بل ولدته الأيام، للأسف هيك صارت. نعم. نعم. مو للجميع، يعني البعض. لا، هم أكيد. نعم. يتكلمون بصورة عامة. طيب، عندنا تعليق آخر من الأخ أحمد جعفر: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ أحمد يعني سارد كثير من الأسباب، يعني راح أختصر من تعليق الأخ أنه أهم تلك الأسباب قال عدم الالتزام الديني والأخلاقي. صحيح. هذه صحيح فعلا، أنه الإنسان لما يجهل موضوع أو قيمة صلة الرحم، أو هو يكون يعني يفترض أنه الإنسان يكون مهذب أكثر في علاقاته فرح تنقطع الصلة. طيب، غياب القدوة الحسنة. صح. أو وجود قدوة سيئة، العوز المالي. نعم. الفقر فعلا، يعني الإنسان اللي ظل بعد بس يسعى يعني يا دوب يريد يوفر لقمة العيش الأبناء، ما راح يصير عنده وقت، يعني هو مثل ما نقول غرقان في همومه، غارق في مشاكله هو الخاصة. يعني. نعم. الإنسان يحتاج للغذاء حتى يقدر يعيش، أو يحتاج للعلاج، يحتاج لكل هذه الأمور، ففعلا يعني راح ينشغل بهذه الأمور وينسى هذا الموضوع. هذا يفترض أنه البقية الميسورين أو اللي حالهم جيد من أفراد العائلة البقية أو من يعني الأقارب هم يبادرون بزيارته. طيب، الأمر. نعم. الآخر أن يقول عدم وجود الإيثار، هذه تبقى هو ذاته. يعني أخ أحمد هنا أنا ذكر نقطة، يقول أكل الحرام، يعني اختصر لكم اياها، انه اكل الحرام هو اللي يسبب قسوة القلب. فعلا ممكن استاذ احمد، فالانسان كل ما يكون يعني حاضر على مكسب العيش مالته، كل ما يكون ما بي حرام، يكون صافي خالص بتعب وبجد، كل ما تكون ان شاء الله علاقاته سليمة ويكون قلبه سليم من الاساس. أحسنتي. نعم، شكرا. ام فاطمة. نعم. تقول ايضا عدة اسباب: الظلم، الابتعاد عن الدين، الحسد، الغيرة، الابتعاد عن المشاكل، مسائل الورث، التربية لها تأثير، من ينشئ الطفل ويلقى مشاكل راح يبتعد، الاغتراب أو وفاة أحد الوالدين أو الطلاق لا سامح الله. أيضا حبيب حسن يقول: السلام عليكم. أول أسباب ابتعاد عن الله ورسوله وأكل الحرام، كثرة ارتكاب الذنوب والمعاصي، جعلنا الله وإياكم ممن يمن عليه بصلة الأرحام. حسين السهلاني: سبب انقطاع صلة الرحم وابتعادنا كثيرا عن مسألة التقوى والعبادة واللجوء إلى سلوكيات وأخلاقيات غريبة. صح. غدير محمد عدنا يعني تعتقد بوقتنا الحالي أنه الابتعاد عن صلة الرحم أفضل من أنه تضيع وقتك بلا فائدة. المجتمع لم يتقبل صلة الرحم بنفس المفهوم اللي إحنا متقبليه، لذلك الابتعاد أفضل. أم مهدي تقول أنه سبب الانقطاع هو النفاق بين الناس في جميع أمور الحياة، أصبحت. نعم. العزلة أفضل من التواصل مع الأهل. عندنا نور الدين أيضا تذكر أنه الأكل الحرام بنوعيته، يعني كان سواء سرقة أو رشوة، أكل يعني الأكلات اللي يسموها الشبهات مثلا. نعم. إن يكونوا ما متأكدين منه أنه هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا، يأثر. تذكر أنه التلفزيون هو أصبح المربي، ففازت يعني أسماء ممثلات هم من يعني كل عاداتهم أو كل أساليبهم تتقاطع مقاطعة تامة مع. صحيح. الدين الإسلامي. أيضا ذكرت موضوع
صعوبات الحياة. آخر شيء تختم أنه تقول لا تعلم أولادك الصح وإنما أفعل الصح حتى يتعلم أولادك. نشكرك عزيزتي. صحيح. علي أبو حسين يقول أسباب هي الانشغال بأمور الدنيا، الحقد، كثرة القيل والقال، سوء الظن، المن، التكبر، أكتفي بهذه القدر من الأسباب. أبو محمد العراقي يقول ست ليلى سبب انقطاع صلة الأرحام كثيرة وما يقربهم إلا في الحالات الآتية، مناسبة الزواج أو وفاة، لأنها أصبحت ظاهرة بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العراق. راح أتوقف على هذا تعليقك، لكن خل أقرأ على عجالة يعني كثير من التعليقات من مريم عماد، أياد ماجد، الفرح يا رب، أيمن هشام، حجابي عفتي، كثير كثير حقيقة من فرقد الكنعاني. نور ماجد تقول النسوان هي السبب الرئيسي. نعم نور ماجد. نعم تذكر تقول النسوان هي السبب الرئيسي. صحيح يعني يعني صحيح جديات غير. نعم يعني شوفي عندنا هنا إيليا، بس اسمحي لي إسراء. إيليا تقول عدم التسامح وسوء الفهم لبعض المواقف. نعم قساوة القلوب وعدم الالتزام بأقوال وسيرة أهل البيت اللي تدعو للصلة والتسامح والمحبة. طبعا هنا عندنا أيضا بسام يقول أنه تربية المجتمع يفترض تكون تربية إسلامية صحيحة حتى تكون صلة الرحم متواجدة. طيب نشكركم أول شيء جزيل الشكر على كل طبعاً التعليقات. طبعا كثير حقيقة من التعليقات. نعم لكن كلها نقرأها نتكلم عن موضوع مهمة زي. يعني ذاك اليوم قرأت قصة يقول أوكي. وردة تهديني إياها بحياتي أحسن من باقة وردة تضعها على قبري. على قبري. يعني زي. شوفي دائما احنا الانسان هواية كثيره يعني سأتي وجهه نظرك ساسمعها لكن خلاص اعطيك وجهه نظري. كثيره هي سبب انقطاع صله الرحم والمشاهدين الكرام ما قصروا يعني يدل على ثقافتهم ودرايتهم بهذا الموضوع. صحيح اكو نفاق اكو حسد اكو غيره لكن لا نقطع ارحامنا. صدقيني اليوم الانسان نشوفه باكر ما نشوفه يعني كوني على ثقة يعني خصوصا الكبار بالسن يعني زي. كان دائما الله يرحمها يعني طلبة الروح الرحمة ببيتي دائما تقول اللي ما يجيني بالدنيا يشوفني ويتلقاني أنا من أموت ما أريد يجيني. يعني صحيح اليوم احنا لا نقطع صلة أرحامنا زين. إسا هم كلهم عندهم حق يعني اللي يقول لك انه اني ابتعد عنهم افضل. نعم. ما تجي من وراهم غير المشاكل. صحيح. افضل ليش؟ لان احنا كنا بشر. نعم. احنا خلنا نتقبل هذا الشيء. احنا كنا بشر كنا يعني نخطئ يعني كل ما نعرف نفسنا نعرف قيمة نفسنا انه احنا بشر وممكن تكون عندنا هفوات ممكن تكون عندنا اخطاء. الشخصيات انواع بيهم الطيب بيهم الخبيث وهذول هم نفسهم المكونات هم نفسهم ذولا. نعم. من الاهل والاقارب هم نفس البشر يعني ما يجي شيء اخر. طيب احنا لو اذا كان عندنا يعني اقاربنا من المستوى الراقي اخلاقيا أدبيا معروفين بكل هذه الصفات اللي ذكرتوها حضراتكم بالتعليقات الحمد لله والشكر أنه الله رزقنا نعمة وخير وبركة. نعم. أما إذا كانوا الأقارب من أصحاب المشاكل خلينا مثل ما قال الأخ أنه نلتقي فقط في الأفراح والأحزان ماكو مشكلة أحضر وياهم أفراحهم وأواسيهم وأحزانهم وخليني بين فترة وفترة ولو بالشهر مرة أدزلهم رسالة على التليفون يعني ما تكون قطيعة تامة. لا أدز. نعم. رسالة على التليفون سلام عليكم السلام أو أزوره للبيت مثلا إذا قلت أنت مثلا بس أبقى عنده 10 دقائق راح يسوي لي مشكلة. مشكلة أنت تصرف قبل 10 دقائق أدق الباب عليه شلونكم شلون صحتكم والله مريت من فلان مكان وحبيت أمر أسلم عليكم مهم أراويهم وجهي مثل ما نقول إحنا زين لا أخلي الانقطاع يعني تام خصوصا الأرحام من الدرجة الأولى ليلى. نعم هذه يعني للاسف الشاهدين اليوم يعني آخر. مثلا اخ ما يحكي ويا اخوه فد 10 سنوات اخت ما تحكي ويا اخوها فد 15 سنه. طيب اسمحي لي اسراء فد شيء اخر خلي نتاكد من عنده يعني ولو الوقت داهمنا خلي ما ادخل وياهم معاملات ماليه ما ادخل وياهم بشراكه عمل زواج ما انطيهم زواج يعني احافظ على علاقات سليمه. نعم. يعني مو اقطعهم اقول له والله انا ما اريد اتمشكل وياك يعني ما انطيك بنتي
زين عيني. فخلينا نحافظ على علاقات سليمة مثل ما قلنا، لا ندخل بمال، لا ندخل بشراكة، لا ندخل بزواج وإحنا نعرف بهم يعني مثلا أنه ناس هم ممكن يسببون مشاكل. خنحاول أنه نحافظ على علاقات سليمة قربة لله تعالى ورضا لرسوله. أحسنتي، الله يبارك فيك. الله يحسن إليك. الله يبارك فيك. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. إن شاء الله فقراتنا قد نالت بالمتعة والفائدة لكم. قبل الختام أكيد حكمة راقت لي أحب أن أقولها لكم: من اعتاد أن يوزع الورد فسيبقى شيء من العطر بيده، المغزى من هذا ما دمت تفعل الخير سيصلك أثره في الدنيا والآخرة. انتهت حلقتنا، حتى حلقة غد نقول لكم في أمان الله وحفظه. مشاهدينا الكرام، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم ما ننسى الدعاء بتعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وإن شاء الله صلاة الظهرين اذكروا في عقد الصلاة إن شاء الله في دعاء الفرج، حتى يكون عندنا تواصل مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتمنى أن تكون هذه الحلقة بجميع فقراتها قد نالت رضاكم واستحسانكم. إذا كانت كذلك انتظرونا في حلقة يوم غد بإذنه تعالى. نترككم في رعاية الله وأمانه.